عقوبات ضبط المنشطات والمواد المحظورة المتبعة في سباقات الفروسية، وسيتم منع المطية المنشطة من المشاركة لمدة موسم كامل، كما سوف يتم فحص الثلاث المراكز الأولى من كل شوط، وسيتم سحب عينتين للدم من كل مطية تسلم العينة الأولى للمختبر الجنائي، والعينة الأخرى يحتفظ بها لمالك المطية، وأيضا لا توجد غرامات مالية. شكرا سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان على هذا الخبر السار والمفرح. رجل التراث يحافظ على التراث بالفعل. شكرا أبو هزاع على دعم رياضة سباقات الهجن والأفكار الكبيرة والنيرة التي أيضا تأتي في صالح ملاك الهجن. هكذا رياضتنا العربية الأصيلة التي أسسها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جنات آمين يا رب العالمين. هكذا أيها المتابعون جميعا، متابعي قناة أبو ظبي الرياضية الثانية في الوطن العربي الكبير، نسير مع هذه الانطلاقة، ننطلق مع هذا الشوط مباشرة، الشعار الاقتصادي مباشرة مع المركز الأول. حمرة تأتي في الصدارة الأولى، يتقدم غانم بن علي بن حمودة الظاهري في الصدارة في المركز الأول، بينما المركز الثاني راهية راهية تتقدم هنا في هذا الشوط الخاص بالذلال المهجنات الأصايل، شوط الحول المهجنات الأصايل. الله الله على هذا الأداء، على هذا التميز الكبير، على هذه المنافسة القوية. شوفوا الحول، شوفوا التنافس، سبع من الحول المهجنات في موقع واحد. يا ترى لمن الفوز؟ يا ترى لمن الانتصار؟ الدخول من الزاوية الأخرى والتقدم من خلال هذا الشعار أيضا قادم للمنافسة. الله الله الله، هذه الهدة سعادة غيث بن هامل بن خادم الغيث القبيسي. وصل القبيسي، يا مرحبا يا القبيسي من طول الغيبات يا بالغنايم. وهذه أيضا الشبلة، الشبلة من الزاوية الأخرى. يتقدم حمد بن يمع بن خادم الرميثي، يقدم الشبلة، ولكن هنا مختار مبارك بن مطر بن ضاعن المنصوري من الزاوية الأخرى، وصول من هباشة علي بن صالح بن يابر العامري، والتقدم الآخر من شعار بن فطيس. وصل بن فطيس، وصل ليقدم هذه النجومية الرائعة، ليقدم هذا الأداء الكبير، كما أيضا فاز في صباحي هذا اليوم. يتقدم الشاعر محمد بن فطيس ويقول أنا محضر بنت صغان الأفكار من حبها عندي يتفحم وحدها، انجارها الله من صواديف للدار، جاتك وجاك الجيش كله بعدها. الله 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 يا بن فطيس على هذه الأبيات الجميلة. شوط الحول المهجنات الأصايل، بينما وصول هنا من عنوان لراشد بن علي بن عبيد الاكتبي، وصل الاكتبي تقدم يبحث عن الفوز والانتصار. شوفوا من القادم جهاد اليوم، اليوم يا بن عيف، بن عيف قادم ايضا، حمد بن سيف بن عيف العامري يقدم جهاد. بدأ الجهاد بدون ايضا ضرب، بدون بطارية، هكذا الانطلاقة، هكذا مهرجان او سباق سيح الشط بالفعل، مركاض سيح الشط الذي يأتي في ميدان سويحان. الله يا حمرة بن حمودة، بن حمودة أيضا يقدم حمرة، غانم بن علي بن حمودة الظاهري، ولكن هنا هباشة، هباشة اهبشت المركز الأول، اهبشت المركز الأول، هباشة يتقدم علي بن صالح بن يابر العامري، ولكن الدخول من جهاد حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري. يلا يلا
الله يا بن نعيف، اهالي ميدان الساد ينتظرون السلامات، ما شاء الله هباشة وجهاد، جهاد كبير في شوطة ايضا، الحول المهجنات الاصايل، هنا المسافة 2 كيلو المتبقي، 2 كيلو المتبقي، الحماس، القوة، الاثارة، التحدي، الحضور المشرف على ارضية هذا الميدان من رجل التراث الذي يتابع بالفعل على أرضية هذا الميدان، إنه لشرف كبير بالفعل يا سيدي، يا سيدي بوهزاه على هذا الحضور، بينما الوصول هناك من عنوان يأتي مع عنوان ليقدمها، هنا راشد، راشد يتقدم، يلا يا علي بن عبيد بن غدير الكتبي، الله يا هالي نزوة، يا هالي نزوة، بن فطيس يقدم، طليع محمد بن حمد ابن فطيس المري، وهناك ايضا القدوم من الهدى لسعادة غيث بن هامل بخادم آل غيث القبيسي، وصلت الاسماء، ولكن نعود الى الصدارة، نعود الى شعار بوسيف، نعود الى بن عيف، يقدم هذا الاسم، يسير يسير الى وين يا بن عيف؟ الى الساد، الى الساد، على هذا الاداء الكبير، الى بوابة 11 بالفعل، الكل يعرف هذه البوابة، يا بن عيف، هنا جهاد حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري، العامري على الصدارة، انفرد العامري، انطلق مع جهاد، لأنها بدأت أيضا في الجهد، بدأت في الانطلاق، الكيلو متر الأخير، كيلو الامتحان، يوم وصلا، كيلو الامتحان، يوم وصلا، كيلو الامتحان، ولعت ولعت ما بينهن نار اللضا، اليوم ما في عصا، اليوم ما في بطارية، اليوم الأداء غير، على هذا الأداء الكبير شاهدنا سن الحجايج فحصل التوقيت أيضا المميز والأفضل، شاهدنا سن اللقاية فحصل التوقيت المميز والأفضل، شاهدنا سن الإذاع فحصل التوقيت الأفضل والمميز، شاهدنا سن الثنايا في نفس التوقيت حصل ايضا الافضل، وهذا هو سن الكبار، سن الكبار، الخمسمائة متر الاخيرة يا جهاد، بن نعيف يقدم، جهاد بن نعيف يتقدم، حمد بن سيف بن محمد بن نعيف العامري، يا سلام يا ابو سيف، يا سلام يا ابو سيف، على هذا الاداء بدون اي مضايقات، تاتي بالمركز الاول لتهدي الناموس هنا لحمد بن سيف بن محمد بن نعيف العامري، الميتين متر الاخيره تقترب المنصه الرئيسيه، بانت المنصه، زعفران سمير، زعفران سمير، جهز الطاسه يا سمير، لان ايضا مركزنا تراثي، ايضا زعفراننا تراثي، سمير الروحة تراثي، بالفعل تهانينا في ليلة تراثية كبيرة هنا في ميدان التراث، تهانينا لحمد بن سيف بن محمد بن نعيف العامري، تهانينا على هذا الفوز والانتصار في مركز سيح الشط بالفعل في ميدان سويحان، المركز الثاني، الوصول، الدخول على المركز الثاني هباشة علي بن صالح بن يابر العامري، المركز الثالث، الوصول مع بن فطيس بالفعل، من قدم لنا محمد بن حمد بن فطيس المري، المركز الرابع تاتي عون راشد بن علي بن عبيد بن غدي الكتبي، المركز الخامس حمره غانم بن علي بن حموده الظاهري، نعود بالتوقيت الزمني، نعود بالتوقيت الزمني، هنا من المخرج حسين السيد ياتي بهذه اللقطات الجميله وبهذه التحديات المثيره، حيث قطعت المسافه مشاهدينا الاعزاء، جهاد ايضا تسع دقائق 34 ثانية، وفاء وتماما وكمالا، حمد بن سيف بن محمد بن نعيف العامري هو أيضا من أتى بهذا التوقيت، بينما المركز الثاني وصول جميل من هباشة، فكان هناك أيضا علي بن صالح بن يابر العامري أيضا قدم هباشة، بينما تسع دقائق 46 ثانية، وفاء وتماما وكمالا، نقل إلى المركز الثالث حيث وصلت أيضا بتسع دقائق 46 ثانية،
وست أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن حمد بن فطيس المري على فوز طليعه بهذا الشوط مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات المثيرة في عالم أيضا ساحر في عالم